الاسون تاع وزاره الصحه. شوف اي مستثمر اي مستثمر قدام لا يجي لاباس تاع لا دوان، قدام لا يجي لاباس تاع لو ديدوانيمون، قدام لا تجي السلعه تاعها او نيفو دي بور، لازم يكون درس المشروع تاعه. درك هو ديجا لي ديمارش لي يديرهم على لا بونك راهم يروحوا يقولوا لها ودي روح عند لا دوان وشوف لنا لا بوزيسيون تاريفير نتاع البرودوي اللي غادي تجيبها ولا لا مارشونديز اللي غادي تجيبها. بون كي يروح لا بوزيسيون تاريفير، لا بوزيسيون تاريفير غادي تديك نتاع هذيك المارشونديز، تديك تقول لك بلي هاد لا مارشونديز ولا البرودوي إلي سومي أ أون أوتوريزاسيون من المينيستير تاع لا سونتي. هادو يقولوا لهم في لا دوان سي دي فار لي فورماليتي بارتيكيليير، هادوك ما تكونش وحده منهم ما كاش عمليه جمركيه. دونك نتا كي تجي أو نيفو دو لا دوان وتجيب لها الدوسي ناقص، وراك جبت سلعتك وحطيتها في البور وجايب لها الدوسي ناقص وما فيش لوتوريزاسيون عند وزاره الصحه، ما ممنوع يدخل البرودوي. لا اني نجاوب على السؤال الاول تاعك قبل لا نجي خاطر علاه باش ما يقولش بلي لا دوان راه استغطات هذه لا كيستيون هذه. اما انت اذا قلت تكون دارس المشروع تاعك قدام لا تجيب قدام لا تخسر قدام الترونسبور تجي تحط السلعه تاعك في البور من بعد تبقى خاصه في اوتوريزاسيون تروح ديجا كاع اللي كنت ما تعرفش عمليه الجبركه تتم مع الطريق لو ترونزيتير. لو ترونزيتير راه مكون هذا الشيء، هو اللي يقول لك بلي لازم لك هذا الشيء، وهو اللي تثبت له الملف تاع الجمركه، هو الوسيط بين اداره الجمارك والمتعامل الاقتصادي. اما هذا ماشي الدب تاع اداره الجمارك كتجيب لها الملف ناقص. حنا لا بوزيسيون طاريفير تاع هذاك البرودوي تقول لك كي تشوف من ما تلقى يلي سومي ان اوتوريزاسيون من مينيستير دي فينونس. حنا نطبقوا، حنا تجيب لنا اوتوريزاسيون تاع كيما عملت الجمركه، ما تجيبناش الاوتوريزاسيون هذيك هذاك الشغل تاعك. هذا هو الاكسبو، لازم المستثمر يكون ملم بهذه الاجراءات قدام لا يدير لي ديمارش تاعه. دونك لكن اللي يدير لي ديمارش تاعه هو الخاسر. من بعد يجي يبقى لها بلوكاج يقول لك سي لا دوان، سي با لا دوان. عندنا القوانين اللي نطبقوهم، لك عيبك وعارك كما قال لك تجيب الملف تاعك كامل وما تتمش عمليه الجمركه في اسر. حنا بروحنا رانا نرافقوا ديجا المتعامل الاقتصادي.